في ثنايا تلك الحارة ستلمح في تلك المحال الصغيرة مجموعة من الصناع الذين انهمكوا في حياكة قماش الخيام برشاقة أنيقة لتعلن عن حرفة الخيامية التي اشتهرت بها هذه المنطقة. زمان كان معروف بأنه هو الخيامية موجودة هنا في المنطقة من زمان قوي قوي من أيام الفاطميين برضو، لأن كانت المنطقة دي كان عبارة عن استراحة للتجار، فبدأت من هنا الصنعة تنتشر في المنطقة هنا على أساس أن التجار اللي بيجوا بيشوفوها وبيعرفوها من كل بلد في الدول العربية، بيجوا ويشوفوا الصنعة بينبهروا بيها وبيشتروا منها وكلام من ده. ومع اعتماد الكثيرين على الخيام المطبوعة بشكل آلي تراجع الاعتماد على تلك الخيامية، وأصبح اقتناؤها مقتصراً على بعض المصريين والسائحين العرب ممن تستهويهم أشكالها التي أصبحت محصورة في شكل آيات قرآنية أو بعض الرموز الإسلامية. الميكنة سريعة زائد رخيصة. أنا لما أقعد أعمل ترك شغل إبرة قماش من القديم أخد فيها 4000 جنيه ولا 5000 جنيه، بخلاف الترك الطابع ما بيتكلفش، واخد بال حضرتك؟ فهنا فرق دي من الناحية المادية، من ناحية المادة. من ناحية الوقت الترك الطابع بيتعمل في ساعتين. المنطقة هنا غير موجودة على الخريطة السياحية المصرية مقارنة بمناطق تانية زي خان الخليلي مثلا. أنا بنعتمد تسوقين على الجهود الذاتية، محدش بيساعدنا ومحدش بيمدلنا يد العون خالص، احنا اللي بنفتح نفسنا اسواق جديده واحنا اللي بندور على المعارض وبنروح لها، لكن محدش بيساعدنا في تسويقيا. وبعيدا عن الاشكال الجديده التي يعتمد عليها السياح، لا تزال هناك قله من الزبائن تفضل الاعتماد على الخيام اليدويه رغم ارتفاع اسعارها مقارنه بالخيام الاليه، لكن جوده القماش ومهاره الصنع تدفعهم الى اقتنائها. شغل الابره ده كان بيعيش لمدة طويلة جدا، إنما شغل الطبع ما بيعيش لأنه عبارة عن رق على رق، الاتنين بيتحطوا على بعض وبيتمكنوا بالمكنة وخلاص على كده. إنما شغل الإبرة أنت لما بتشتغل بالإبرة في الحتة بتزودها متانة، لأنك بتحط قماش وبتشتغله في الإبرة في كل مكان في القطعة بيبقى فيه شغل إبرة، فشغل الإبرة ده بيقوي القطعة القماش متانة، بيديها متانة زائد ان بيديها عمر اطول. ويضيف المكان هنا في سوق الخيامية مشهدا اخر، حيث تجد تلك المحال العريقة بابوابها التراثية صامدة هي الاخرى، وكأنها تصارع مع هؤلاء الصناع عوامل الزمن التي غيرت كثيرا من تفاصيل المهنة.